احلم وبالحلم سافر بعيد، بيه تمسك خليك عنيد. احلم وفي الحلم اوعى تكون محدود، بيه تخطى وعدي كل الحدود. وبالاجتهاد والعمل الله موجود، بالبداية كل شيء كان صغير مولود. احلم وبالحلم حياتك لون، بالأمل والطموح ليها زين. واللي النهاردة صعب بكرة مع العزيمة يكون هين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. حلقة النهاردة من الحلقات اللي أنا بحبها جدا. ليه من اللي أنا بحبها جدا؟ لأن هنتكلم عن الشعر وجمال الشعر، وهنستمتع ببعض كلمات الشعر الجميلة مع الشاعر الشاب المتميز أستاذ جرجس كريم. أستاذ جرجس كريم من الشباب المتميز جدا، من الشباب المثقف، من الشباب الواعي اللي عنده حلم وعنده أمل وعايز يوصل بموهبته ويوصل رسالة. من الشباب اللي هو مجتهد، مش قاعد مثلا يقول لك انا مش لاقي الفرصه، لا بيسعى. والنهارده هو جاي لنا من المنيا ومن محافظه المنيا عشان موهبته وعشان يقدم موهبته. استاذ جرجس، اهلا وسهلا بيك. مساء الورد على عيونك يا فندم. البرنامج نور بيك بوجود حضرتك. في البدايه بقى عايز اعرف مع حضرتك، امتى اكتشفت الموهبه؟ وانت اكتشفتها بنفسك ولا حد اكتشفها فيك؟ انا اكتشفتها بنفسي، بس كانت في حوالي عام 2004. تمام. كتبت كده حاجه يعني اللي هو بدايات الشعر. يعني الموهبه انت اكتشفتها بنفسك من 2004. يا ده من فتره كبيره جدا. من فتره كبيره. يعني انت بتكتب من 2004؟ يعني انا يعني كتبت اول حاجه 2004. تمام. وبعد كده سبت الشعر خالص، وكنت بكتب حاجات صحفيه. لان انا خريج اداب اعلام صحافه، فكنت بكتب مقالات وحاجات زي كده. ورجعت 2010 عاد. تمام. يعني كنت احترفت الشعر يعني. من بعد الفترة ديت بدأت تقرأ، بدأت تشتغل على نفسك. لحد ما طورت من موهبتك. طيب عايزك تقول لي، الشاعر يقدر يطور من موهبته ازاي؟ يعني غير القراءة وكده، في حاجة تانية ولا لا؟ بالقراءة والثقافة، يثقف نفسه، يقرأ كتير، يشوف أساليب الشعراء وأساليب الكتاب. ويشوف برضو برامج نقد، يعني يتعلم يشوف الشعراء اللي هم القدام ويستفاد منهم، ويقرأ لشعراء قدام وجداد بحيث انه يستفاد ويجمع جميع الاساليب. بالظبط كده. طيب بخصوص ان حضرتك زي ما انت قلت لي خريج صحافة واعلام. تمام. وبتكتب مقالات وبتكتب اخبار. تمام. فقول لي، ده اثر في موهبتك؟ يعني ده اثر في موهبتك الشعرية ولا لا؟ طبعا طبعا. طيب يعني اذكر دكتور عرفات أمين كان بيدينا مادة اسمها نقد فني وأدبي. دي بصراحة دي هي يعني دي فديدك كتير، رقم واحد في فن التعامل مع النقد. في كل حياة. طيب بخصوص النقد، ودخلنا بقى في النقد. أكيد أي واحد في بدايته بيلاقي نقد سلبي وإيجابي. طبعا. فعايزك تقول لي، حد انتقدك قبل كده ولا لأ؟ وتعاملت مع النقد ده إزاي؟ هو انا واثق في موهبتي. يعني بس ده اللي هقدر اقوله. اكيد الثقه في الموهبه مطلوبه. تمام. ماشي. في ناس بتحبطك وكده، بس انا عارف مستواي. هو اكيد بس. كلام حضرتك كويس جدا وكلام يحترم، بس الواحد في بدايته ممكن الكلمه، يعني واحد قال لك ايه اللي انت بتقوله ده ومش عارف ايه، في البدايه خالص الواحد ما بيبقى لسه بادئ، بيبقى عايز الكلام المحفز، الكلام المشجع. لما بيلاقي حاجه زي كده ممكن يحبط مره واحده. اكيد. ما انت برضو بتشتغل على نفسك وعارف امكانيات نفسك. من طول ما انت عارف نفسك خلاص. طيب قبل ما نتكلم كتير كده عايزين نسمع حاجه. هتسمعنا ايه؟ طيب هسمعك قصيده اسمها معجزات الصمت في الحب. معجزات الصمت في الحب. في الحب. يعني هو الاسم يشد. سمعنا. اريد ان احبك بلا كلمات، فقصتنا يا حبيبتي فريدة جميلة نارية جنونية مختلفة عن كل ما فات. فتشت في كل اللغات عن أبلغ التعبيرات وأعظم التركيبات كي ما أصف حبنا، وجدت كلام كل اللغات قد مات. جربت ألف طريقة وطريقة للتعبير عن الحب، ووجدت أن الصمت يا حبيبتي يحوي كل التعبيرات. لقد قرأت الكثير، لقد قرأت الكثير ودرست كل الدراسات، ووجدت أن لغة الصمت في الحب تذهب بالعاشق إلى أعالي السماوات. أريد منك فقط يا حبيبتي أن تجربي هذه اللغة مرة يا حسناء الحسناوات،
وسأثبت لك صحة أقوالي وبلاغة هذه اللغة في حوار الحب بكل الإثباتات. فقط اتبعيني ونفذي هذه التعليمات. أريد منك يا حبيبتي أن ترمي كل ما تعلمت في المدارس، وأن تضعي قلبك على قلبي وتجعلي لغة الحوار بينهما هي النبضات. أريد منك يا حبيبتي أن تفرغي كل ما خزنت من معان ومفردات، وأن تترك الحديث بين عينينا للنظرات. أريد منك يا حبيبتي أن تمزقي كل ما درستيه، وأن تنسي كل ما قلتيه، وأن تضعي شفتيك على شفتي وتتركيهم ينتحرون بلغة القبلات. يا حبيبتي انسي كل ما فعلته يديك، انسي كل ما لمسته يديك، وارمي يديك في حضن يدي ودعيهم يتغازلون بالحاكات. يا حبيبتي اطلق العلانة لنهديك أن يتواصل مع صدري بتلاطم الموجات. لا تتفوهي بكلمة واحدة، ودع الصمت ينشد بيننا أحلى الأغنيات. امحي كل قواميسك، مزقي كل كراريسك، انزعي كل ملابسك، واعطي الفرصة لجسدك وجسدي أن يترجموا بلغة الصمت أحلى اللمسات. تقولين لي الكلمات، أي كلمات هذه؟ أي كلمات هذه التي تصف هذا الحب حتى لو انتقيناها من كل اللغات؟ يا حبيبتي اضرم النار داخل كل ما يعرفه خيالك من وصف وتصورات، ودعيه يذهب في جنة الصمت مع خيالي ليستقوا منها كل الإبداعات. وختاما أريد معرفة رأيك يا حبيبتي بصدق ودون أي مجاملات. أوليست هذه اللغة في الحب تسوي المعجزات؟ الله، جميلة جدا جدا. شكرا جدا يا فندم. بسم الله حضرتك ما شاء الله. أجمل. طبعا هي لغة الصمت ولغة العيون فعلا، يعني هي أعظم لغة. تمام. طبعا. أوقات كتير العيون بتعبر يعني أفضل مليون مرة عن الكلام. أكيد. وعن الإحساس. أكيد. العيون تلاقيها بتتكلم لغة كده. لغة العيون جامدة. بس أنا ملاحظ كده. بتقول حاجات كتيرة ما بتتقالش. أكيد أكيد. أنا ملاحظ كده يعني شكلك متأثر بيها جامد يعني. فعشان كده هاخدك في سؤال تاني. اتفضل حضرتك. متأثر بيها الأول ولا لأ؟ اعترف. مين هي؟ القصيدة ولا؟ القصيدة وصاحبة القصيدة؟ لا القصيدة، إنما ما فيش أصحاب للقصيدة. تمام. طيب الشعر. معظم كتاباته بيكون متأثر بيها على المستوى الشخصي ولا ممكن ياخد من قصص اللي حواليه ولا لأ؟ لا طبعًا مش شرط. بس هو الأفضل أنت تعيش التجربة. إنما في حاجات بتتقمص الدور لازم أعيش. أنا عن نفسي بتقمص حاجات كتيرة ولازم إن أنا أحط نفسي مكان اللي اتخان واللي حب واللي 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 عشان أقدر أكتب في كذا مجال. يعني لو جيت قلت لك أستاذ جرجس أنا عايزك تكتب لي قصيدة عن موضوع كذا، هتكتبها ولا يعني معنى كلامك انك مش هتكتبها؟ هو انا مش بكتب من نفسي يعني، هو زي ما بالزبط. ربنا الكلام بتاع حضرتك. انا سالتك السؤال ده عشان عارف انك هترد عليا وتقول لي الكلام ده. يعني هو اهم شيء الاحساس. الاحساس يعني الشاعر يحس الشيء ويعيشه باحساسه. هو عن تجربه افضل بس برضه يعيشه باحساسه. عن تجربه افضل بس برضه في ناس بتقدر تتقمص حتى لو ما عاشتش التجربه، بتتقمص التجربه، بتتقمص باحساسها، بتعيش باحساسها. اكيد. أيوة. اصلا لو ما عاشتش باحساسها مش هتكتب. اصلا وحتى لو كتبت مش هتبقى القصيده طالعه تمام او الكتابه طالعه تمام. اي نوع. طيب الشاعر الجميل جرجس كريم متاثر بمين من الشعراء؟ يعني انا ملاحظ كده انك ممكن تكون متاثر بالشاعر الكبير نزار قباني. ده حبيب قلبي. لاحظت من الكلمات رحمه الله عليه. ده المدرسه اللي انا بنهل منها. يعني انا افهم من كلام حضرتك انك ماشي على مدرسه الشاعر الكبير نزار قباني. اكيد. وده الشرف ليا طبعا. اكيد طبعا. ده شاعر عظيم جدا. ده استاذ الشعراء. اكيد. يعني هو شاعر كبير جدا ويعني مدرسه الشعراء. عظيمه يعني. الاسطوره. طيب حضرتك ماشي على المدرسه دي، ما فكرتش في يوم من الايام او بتفكرش ان يكون لك مدرسه خاصه بيك في وقت من الاوقات؟ هو طبعا شرف ليا ان انا امشي في
على مدرسة الأستاذ الكبير نزار قباني، بس أنا تأثرت بيها كتير وتأثرت، يعني هو اللي حببني في الشعر أساسا. تمام، يعني كل بقيت أقرأ له حاجات، كل حاجاته أقريها، فهو اللي حببني في الشعر. جميل جدا. انا طبعا النهارده انا نفسي اسالك واتكلم معاك واقول لك كلام كتير، بس في نفس الوقت نفسي اسمع اكتر. يعني الكلام جميل جدا ونفسي اسمع اكتر، حبيبي فسمعنا حاجه تانية. يعني من كتر جمال الكلام فانت شوقتني ان انا اسمع. حبيبي، في قصيدة اسمها أحبك، دي برضو قبل ما أقولها حابب إن أنا أوجه نظر حضرتك ونظر السادة المشاهدين إنه كتبها الأستاذ المهندس، كتب منها 4 أبيات، المهندس بدر فؤاد ابن خالي وأخويا طبعا قبل ابن خالي، تمام، فهو كاتب منها 4 أبيات، ربنا وهي دي يوفقك ويوفقه يا رب. وده حبيبي. شيء كويس، يعني شيء كويس انك انت بتنسب الفضل لاصحابه، يعني ان انت بتقول في غيرك ممكن ما يقولش، وده لا، شيء هو كويس. القصيدة 29 بيت، أنا كاتب 25 والمهندس بدر فؤاد كاتب كاتب اربع أربع ابيات أبيات منها. تمام، عايزين بس، نستمتع مع وده بعض. يعني ميكس بيني ما بينه. القصيدة اسمها أحبك. أحبك أحبك يا شمسا أضاءت بإشراقها كوني، يا حبا غمر حياتي وما فيها. أحبك يا مطرا أزهر صحرائي، يا وردة من في الجمال يحاكيها. أحبك يا نبضا أحيا خفق قلبي، أحبك يا ساحرة أبهرت ناظريها. أحبك يا قصيدة شعرية أبهرت خيالي بديع الكلمات ومعانيها. أحبك يا قصيدة وردية تاه السحر في حدائق نرجس قوافيها. الله، يا قصيدة مغناة من عذوبة لحنها أسكرت طربا كل سامعيها. يا حبيبتي يا حبيبتي إني أحبك فوق الحب، وهذه الحقيقة عن ظهر قلب أنت تعرفيها، وتعرفين أيضا أن حياتي بدونك يا واحدتي ستمضي سريعا إلى رحمة باريها. يا من عايشتني أجمل قصة حب، لا تدعي نار هجرك تصفيها. خذي كامل وقتك، بل خذي أكثر من وقتك، اهدئي وتريثي فكري وإعقليها. فحرام عليك سعادتنا، فحرام عليك سعادتنا في لحظة غضب رياح شيطانك تذريها. يا حبيبتي أرجوك تمهلي وتأني واستمعي إلى كلماتي وإصغيها. أنا قتيل غرامك وعشقك، يا جوهرة بدمي وروحي أفديها، وروحي معلقة بك يا أميرتي، فبسكين فرقاك لا تذبحيها. أحبك فإن كانت حياتي عليك غالية فمن موتها المحقق انقذيها. تراجع عن قرارك يا ملكتي، تراجع عن قرارك يا ملكتي، وأحكام إعدامك لي عني اسقطيها. أحبك فلا بهجرك تقتليني، يا حياة لا أريد أن أنهيها. ولا تتركيني أعاني مرار احتضاراتي، ولا تتركيني أعاني مرار احتضاراتي، بل ابقي معي وروحي إلي رديها. أتساءل يا حبيبتي مستغربا، أتساءل يا حبيبتي مستغربا، لماذا تريدين في قلبي نيران الجفاء أن تشعليها؟ أحبك فبالله عليك يا حبيبتي، أوصدي أبواب الهجر وإغلقيها، فليس بعدك سوى عدم ودماء ودموع تغلي عيناي وتضنيها. إن كنت مصرة على الرحيل فأرجوك ابقي قليلا قرب أنفاسي وطمئنيها. وإذا رحلت فارحلي بسلام حين أنام، فلا تحب دموع الوداع، وإن أردت فودعيها. الله الله، ولكن هيهات هيهات، كيف أنام وأحكام أعدامي أنت الليلة تفتيها. فارحلي ارحلي ولا تكترثي لدموعي، ولا تشفقي عليها يا حبيبتي، بل اتركيها ولا تهتمي لاحتضاراتي،
ولا تهتمي لاحتضارات قاتلتي فلها الله، أما أنت فدعيها، لك مطلق الحرية سيدتي، فاتخذي ما يحلو لك من قرارات ونفذيها. ارحلي ارحلي وحين ترغبي وتحني عودي، ارحلي وحين ترغبي وتحني عودي، فلن تجديني حيا، فهل أيامي ستذكريها؟ فكيف أعيش بعدك لحظة، فكيف أعيش بعدك لحظة، وما حياتي وأنت لست فيها، وما حياتي وأنت لست فيها. الله الله، جميلة حبيبة. جدا جدا حبيبة، بس لسه مصمم ان مفيش حد لسه مصمم. خد بالك، انت اعترفت بنفسك وقلت ان يعني بتحب انك تعيش الاحساس اكتر، يعني بتعيشه انت. لسه بقى القصيدة. تمام، عايز اخدك في سؤال تاني. على فكرة حبيبة، الكلام يعني ايه، يعني واضح كده ان متأثر انت بيه على المستوى الشخصي. هاخدك في سؤال تاني، وهو انت بتميل لايه في الكتابة؟ يعني ايه انواع الكتابه والمواضيع اللي انت بتميل ليها اكتر؟ ملاحظ كده انك بميل للغزل. للغزل والرومانسيه، يعني كل ما يتعلق بالرومانسيه من غزل وفراق وحاجات زي كده. ليه تحديدا؟ ما اعرفش، هو اللي مديله ربنا كده. شايف ان الغزل بتقدر توصل بيه رساله معينه، يعني هو وتقدر مثلا انك تصلح بين حبيبين. استاذ احمد، هو العالم كله مبني على الحب، والانبياء كلهم جايين في رسالة حب، فهو الحب أساس الكون. أكيد الحب يعني أعظم شيء في الوجود. بس يعني ده الحياة بلا حب ما تبقاش حياة. بالظبط كده. وهترجع عن الحب قرارها. الحب كل الحياة. وهترجع عن قرارها، ما تقلقش، أصل مين يلاقي الحب ده كله وما يرجعش يعني. حبيبي بس زحمة. طيب، بتميل للفسحة ولا العامية أكتر؟ والله أنا بكتب بين البنين، اللي هو متأثر. الشعر الحر؟ الشعر حر، وتقدر تسميها الكتابة الصحفية. بما اني تربيت صحفيا. لا، هو انت كده تقصد الحر. الشعر مثلا، يعني انت عايز تقول انا بكتب حر. تمام. ولا مثلا فسحه ولا عاميه، انا بكتب الكتابه بين الحر. البنين. اما حته الكتابه الصحفيه كده، فانت دخلتني في موضوع تاني خالص. الفسحه ملتزم بالنحو بكل حاجه، بكل حذافير، وانا ماليش في النحو قوي. برضو بحب اوجه شكري لاخويا الاستاذ الفاضل، الاستاذ مخلوف اصمعي، أستاذ اللغة العربية، بيساعدني في حاجات كتيرة نحويا، بيلجأ له في النحو، بيساعدني في حاجات كتيرة بسبب النحو. شايف إن الشعر لازم يكون ملم بعلم العروض والأوزان والقوافي وكل الحاجات ديت ولا لأ؟ هو دي كانت قيود زمان، والحمد لله يعني أغلب الشعراء اتحررت منها، وأنا أول واحد بعتبرها قيود. يعني شايف إن العروض قيود. ولكن هي ممكن تكون مش قيود على قد ما هي قواعد. تمام، ولكن ممكن يبقى ايه، يعني التحديث فيها. تمام. ده اللي انت تقصده. تمام تمام، بس هي قيود، يعني ان انا مثلا اكتب في البحر الطويل او البحر الكامل او البسيط او المضارع او انت لما بتكتب ده مطلوب جدا جدا ولابد منه، وما ينفعش التحرر منه في الفسحه. اكيد طبعا. تمام، عشان نبقى متفقين. تمام. اما في العاميه او الحر عادي. يعني معاك الطريق شوية. مفتوح شويه، فري شويه. تمام، هسمع حاجه تانية. طيب، هقول لحضرتك قصيده المستعمره. المستعمره رومانسيه برضه يعني. تمام. رومانسيه. ارحمي قلبي الذي انكوى بنار حبك، ارحمي خيالي الذي اصبح مسرحا لك، هدئي نار حبك في قلبي، هدئي نار حبك في قلبي، فأصبحت في حبك مسلوب الإرادة. سيطر على كل ممتلكاتي، سيطر على كل بلدان جسدي، استملكي على قلبي وحياتي، ولكن كوني عادلة ورحيمة، فما عندي في كل هذه المملكة شجاع واحد خرج لك، ولحربك نادى، ولزحفك على مملكة أعادة. كلهم فروا، كلهم فروا من جبروت عينيك وطغيان جمالك وبطش سحرك، كلهم فروا، عيناي، عقلي، خيالي، وباقي أمراء مملكتي، حتى قلبي، حتى قلبي الذي توهمت فيه إنه زعيمهم وملكهم، وسيدافع عن مملكته، وسيقاتل حتى الاستماتة.
حتى قلب الذي توهمت فيه إنه زعيمهم وملكهم وسيدافع عن مملكته وسيقاتل حتى الاستماتة. صدمت عندما وجدته فارا كما الباقين من أمام هول عينيك وهول جيوشك، بل وإنه أولهم لاستعمارك عليه نادى. تحالفت مع الشرق ومع الغرب ومع الشمال ومع الجنوب، وأتيت بأقوى الأسلحة وجمعت العدة والعتادة كيما أتحرر من استعمارك كما تفعل كل الشعوب المحتلة وكما جرت العادة. خط ضد جيوشك حروب استنزاف كثيرة خطيرة دامية، ولكني في كل مرة كنت أنهزم أشر هزيمة فعدت بخفي حنين ودون أي إفادة. وفي النهاية أدركت وأيقنت وسلمت وأعلنت بأن جيوشك وأسلحتك الأنثوية الهائلة الغير معتادة الخارقة للعادة لا يمكن مقاومتها ولا يمكن أن تعاد، فمن عاداها لحظة مات. ولكن لا بد أن يقدم لها القرابين والولاء وكامل الطاعة، ويقدم لها التعظيم والتبجيل والمدح والإشادة. فأعلنت الولاء والطاعة العمياء لعينيك وشفتيك ونهديك وكل أمراء مملكة قوامك يا غادة، ولكن أرجوك وأتوسل إليك أن تكون يا ملكتي عادلة ورحيمة وحنونة، وترفقي بمدني وشعبي وقلبي وأمرائي، فيكفيك الأسر لهم والاستعبادة، ولا تنفذي يوما عليهم حكم الإبادة. فأنا أعلنتها صريحة إنك ملكة قلبي ولك عليه الحكم والتحكم وكامل السيادة. الله الله، جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. أنا مش هقول لك أنت لسه مصمم ولا الكلام ده، عشان إيه أنا عندي رأي. عايز أسألك سؤال بقى. اتفضل حضرتك. أنا دلوقتي بدأت في كتابة قصيدة. تمام. خلاص كتبت منها مثلا 3-4 بيوت. تمام. ممكن ما أقدرش أكمل القصيدة، ولا ما دام بدأت في قصيدة هكملها؟ أنا ممكن القصيدة بتقعد عندي 3-4 سنين. 3-4 سنين؟ كيف ما أعرفش. تمام. في قصايد بقى بتكتبها بسرعة برضه؟ في قصايد بتتكتب في حوالي 3-4 أيام. يعني جميل جدا. مش يوم يعني، ما أعرفش الناس اللي بتكتب في يوم دي إزاي، ما أعرفش. هي بتختلف من شاعر لشاعر. طيب. انت بتقول لي 3-4 سنين و3-4 ايام. خد بالك انا كل مره بعيد حتى قرايه القصيده بنقد نفسي واطلع حاجات وانقح حاجات، فاللي هو اكيد لازم الشاعر بعد ما يكتب القصيده بالزبط. يقراها، ولا ايه راي حضرتك؟ يعني يقراها مره واثنين وثلاثه واربعه لحد قبل ما اجي لحضرتك في حاجات معدل فيها من 10 سنين لورا. كل ما بتكتب بتلاقي اضافه. طيب بخصوص بقى انك انت بتقول لي زي ما انا بقول لك 3-4 سنين والكلام ده. خلاص خلصت بقى القصيده، بتحس بإيه؟ بحس إني مولود جديد جالي أنا، كأنه ابني. مولود كل جديد. كل القصائد دي أولادي. جالك كأنه ابنك. طبعًا هو عشان الوقت، يعني أنا نفسي أتكلم معاك كتير، الوقت خلاص يعني يعتبر انتهى، فعايز أسمع قصيدة بجد؟ قبل الختام. بجد والله. شفت؟ قصيدة كبيرة ولا صغيرة؟ يعني قبل الختام ماشي. حاجة بسيطة كده. نسمع عينان عسليتان. فضل. عينان عسليتان تجذبان تسحران تبهران، عينان عسليتان تحكم على العيون بالنظر المؤبد إليهما، ويا ليت كل الأحكام هكذا لاقترفت كل أنواع الجرائم التي تؤدي بي للمثول أمامهما، وحوكمت ملايين المرات أمام سرايا سحرهما، وتقبلت بكل رحابة صدر وحفاوة عدالة حكمهما بإعدامي رميا في دوامات عسلهما، ويا ليت كل الإعدام هكذا لأعدمت في اليوم ملايين المرات
غارقا قتيلا في بحرهما، عينان عسليتان تذهبان العقل، تجرفه وراء سحرهما، وراء لونهما، وراء عسلهما، وراء بحرهما، تؤسره في ممالك شهدهما. عينان عسليتان تدمر خلايا التفكير بعيدا عنهما، تجنن العقل من شدة سحرهما، تجعل طيور الخيال لا تكف عن التحليق بسمائهما. الله، حاجة جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. عينان عسليتان تذبحان، تقتلان، تفتكان بوعيك إذا نظرت إليهما، تشترك شطرا، تذهبان عقلك وخيالك وفكرك، تفقدك الذاكرة عما مضى في تاريخك، تنسيك نفسك، تنسيك اسمك، تنسيك هويتك، تستهويك إلى ما وراء الخيال، تستهويك إلى سحر بعيد عن عالمنا ملايين الأميال. عينان عسليتان تسرق منك النظر، تنتزع منك القلب، تجنن لك العقل، تعصف لك الفكرة، تزلزل لك الكيان، تثير ضغط دمك بركان، تسببك عرقا وبردا ولا تدري أين أنت، توقفك تمثالا مذهولا، تكبلك بأحلى وأقوى قيودا سحرية وتجرك إليها مقتولا. عينان عسليتان إذا جمعتك الصدفة برؤيتهما لكان لقاء سعدك، ولقاء حظك، ولقاء عمرك، ولقاء أسرك، فإذ بك تنظر ويقتلك الاندهاش والتعجب إلى أبهى وأجمل وأصفى وأشهى وأنقى ما خلق الخالق، فسبحانه الذي خلق، فسبحانه الذي خلق وصور وتفنن وأبدع. ترى عينين لهما من البريق ما لا يمكن وصفه، ولهما من السحر ما يهلكك، ولهما من الجمال ما يدهشك، ولهما من الجاذبية والصفو ما يجعلك تنكب على وجهك من شدة جاذبيتهما. هو الوقت خلص تمام، والتتر نزل، وبصراحة يعني القناة يعني عملت معنا تمام، وأنا عمال يعني عشان الوقت، وبشكرك جدا، وان شاء الله نلتقي نلتقي ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله، وشرفتني ونورتني. وبرضو انا بشكر جدا كل القائمين على القناه، لانهم بصراحه يعني عاملين شغل كويس، والقناه يعني فيها روح محبه عاليه جدا. وبشكر جدا الاستاذ محمد عزب، والاستاذ محمد الملكي، والاستاذ وليد عماره، والاستاذ جمال عبد العظيم، والاستاذ احمد، والاستاذ علي، والاستاذ احمد عزت، وبشكر الجميع جدا جدا، يعني بشكركم، استاذ محمد فايز، لان بصراحه القناه لها روح حب ولها روح موده، يعني حاجه عظيمه جدا. وانا خايف اكون نسيت حد، يعني انا بعتذر لو كنت نسيت حد، بس عشان خاطر الوقت. وحابب بس في حاجه اخيره حابب اقولها قبل ما اختم الحلقه خالص، في مناجده من قريه قرنفيل للمسؤولين، مناجده من قريه قرنفيل، المناجده ديت للصرف الصحي فيها بقاله من ايام الثوره بيتعمل، وللاسف مفيش اي اهتمام لحد دلوقتي. وطريق الاناره ما بين اها لقرنفيل مفيش اناره، حتى في حادث حصل قريب، انا طبعا مش عارف اتكلم كتير جدا. وبشكركم، وانتظرونا ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله من برنامج حلم حياه.